فمن الناس من يستغل الزمان بالأعمال الصالحة، الذي يستغل من وقته مثلا 5 صلوات في اليوم، مثل إنسان يصلي 5 صلوات ويصلي السنن ويصلي قيام الليل ويذكر الله سبحانه وتعالى. فمن الناس من يستغل أكبر وقت في الأعمال الصالحة. هل يستوي؟ كثير من الناس يقول لك أنا أصلي أنا أصوم. أنت تصوم في السنة مرة وتصلي في اليوم 5 مرات، لكن غيرك يصلي السنن وقيام الليل ويقرأ القرآن ويصوم في كل يوم 2 وخميس ويعلم ويتعلم ويشتغل. فهل تنتظر يوم القيامة أن أو في الجنة أن تكون مثل هذا الإنسان؟ بعضهم يقول يعني الدنيا بدها والآخرة بدها. ماذا تحتاج الدنيا؟ عمر قصير. إذا عشت 60 سنة، من هذه 60 سنة قريبة من 20 سنة نوم، كل يوم ننام 8 ساعات وعشر ساعات. هذه 20 سنة ضاعت، وعشرين سنة ضاعت في الأعمال. تشتغل في كل يوم 8 ساعات، إن شاء الله الإنسان مأجور. لا أقصد يعني أنها ضاعت في هدرا، الإنسان إذا عالى نفسه وعالى أهله مأجور إن شاء الله. لكن المقصد إذا 20 سنة في العمل وعشرين سنة في النوم، ماذا بقي من هذا العمر؟ الإنسان كل لحظة كيف يستثمرها، كل لحظة كل ثانية كيف يستثمرها، كل شهر كل أسبوع. من الناس من يفكر إذا مات كيف يبقى العمل الصالح، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به، وصدق جاري. كم من الناس مات وهو يفكر بما بعد الموت، كيف سيلحقه العمل الصالح والثواب والأجور إلى قبره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لماذا؟ لأن هذا الإنسان كل صلاة هذا الإنسان في صحيفتك وذرية هذا الإنسان. يعني بعض المشايخ لقيتهم أسلم على يديه في أوروبا 10,000 شخص. طب هذا كل سنة يأتيه 10,000 شهر رمضان، كل شهر يأتيه، كل يوم يأتيه 5 صلوات ب10,000، 50,000 صلاة. وإذا حجوا وإذا اعتمروا وإذا أنفقوا وإلى ما يتبع ذلك. فمن الناس يستغل زمنه، لكن هذا الزمن زمن العابد، يعبد الله سبحانه وتعالى لوحده. من الناس من يستغل زمانه، لكن يستغل زمانه، لكن يستغل هذا الزمان بالمتعدي. كيف الآن أكتسب أجور كثيرة جدا، يعلم، يترك وراءه علما. كم من الكتب ألفها العلماء مثل صحيح البخاري، وهذا الأجر الآن كل العالم الذي يتكلم بالأحاديث في صحيفة البخاري ومسلم وغيرهما، رحمة الله على المسلمين. فالزمن مهم جدا، مهم جدا، لأن هذا الزمن بناء عليه الآن سترتفع في الجنة وتأخذ درجات عليا.